لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى وأجمل بنات في الدنيا، معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة يا بنات وصفتنا ممتازة جدا، وصفتنا النهاردة للتخسيس وبإذن الله تكون فعالة معاكم، وصفة طبيعية ونتائجها ممتازة وبمكون واحد فقط. هنعمل مع بعض الكوب الجميل ده، كوب السحري للتخسيس، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم، وعايزة اقول لكم ان طعمه جميل ووصفة فعالة بإذن الله. يلا بينا هنعمل مع بعض الوصفة بتاعتنا، والاول اقول لكم ايه والمكون اللي انا هستخدمه في الوصفة بتاعتي. يلا خليكم مع جيجي، اوعى تروحوا بعيد. المكون اللي انا هستخدمه معايا النهاردة يا بنات في الوصفة بتاعتي هي بذور الكتان. بذور الكتان رائعة جدا جدا في التخسيس، وده شكلها يا بنات عشان تبقوا عارفين، برضو شكلها رائعة جدا جدا وبتجيب نتيجة ممتازة. اهم حاجة لازم نعرف ازاي نستخدم الوصفة بتاعتنا ديت علشان تكون فعالة معانا وتجيب نتيجة بإذن الله. يلا بينا هنعمل الوصفة بتاعتنا دلوقتي بمكون واحد فقط، خليكم عزيز. كل هحتاجه يا بنات هو معلقة واحدة من بذور الكتان بس، هحتاج اطحنها في المطحنة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. انا عايزاها مطحونة، مش عايزاها حبوب زي ما هي، هتجيبيها من عند العطار وهتطحنيها معاكي بالشكل ده. هنجيب الكوب بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، واخد معلقة واحدة صغننة زي ما احنا شايفين كده، هنحطها في الكوباية بتاعتنا، وهنضيف عليها مية يعني ما تكونش مغلية، انا عايزة المية تكون دافية فقط يا بنات في الكاتل بتاعي، وهبدأ اضيفها دلوقتي على الكوب بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده يا بنات انا ضفت المية على بذور الكتان بعد ما طحنتها. عايزه اقول لك بقى لو انت حابه تضيفي عسل نحل علشان تستطعميها، ممكن تضيفي عسل نحل، ويفضل يكون عسل نحل اصلي. هنضيف معلقه واحده بس على الكوب بتاعنا ده، لو انت ما عندكيش عسل نحل عادي خالص، اهم حاجه ان انت تتقبلي الوصفه ويكون طعمها حلو. الوصفه دي يا بنات ممتازه وبتعمل تخسيس جميل جدا. طريقة استخدامنا يا بنات للوصفة بتاعتنا دي، هتاخديها كل يوم قبل الفطار ان شاء الله بنص ساعة، تعملي الكوب ده كل يوم طازة بطازة كده وتشربيه قبل الفطار بنص ساعة، بيجيب نتيجة ممتازة جدا جدا ان شاء الله. كمان عايزة اقولك يعني اي وصفة يا بنات بنعملها لازم تعملي تمرين شفط البطن اللي احنا دايما بنقول عليه في كل وصفاتنا للتخسيس، خصوصا وصفات الكرش والبطن والارداف، لازم تعملي تخسيس، تعملي التمرين اللي احنا قلنا عليه شفط البطن، ان انت بتشفطي بطنك جامد قوي لجوه، ويعني حوالي 20 ثانية، وبعدين بتريحي وترجعي تشفطي تاني. حاولي تعملي التمرين ده باستمرار وانتي نايمة وانتي قاعدة وانتي بتعملي شغلك، تمرين سهل جدا ونتائجه ممتازة، بيخلي البطن دايما مسطحة. يا رب تكون الوصفة النهاردة يا بنات عجبتكم، وصفتنا رائعة جدا وطبيعية، وان شاء الله تكون لها نتيجة ممتازة معاكم. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك للفيديو، وشيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد مع جيجي كل حياتي، واشوفكم الفيديو الجاي. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.